بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله لقد ارسل الحق تبارك وتعالى رسلا ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل ومن هؤلاء الرسل والانبياء سيدنا نوح عليه السلام ونوح هو ابو البشريه الثاني بعد سيدنا ادم عليه السلام هو ابن لامك وينتهي نسبه الى شيث ابن ادم عليهما السلام ان نوحا هو اطول الانبياء عمرا وقيل له اكبر الانبياء وشيخ المرسلين وما يهمنا الان ماذا حدث بعد موت ادم عليه السلام أوه. أوه. يا ويلتي عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي <applause> سأقتلك يا هابيل تقتلني؟ لماذا يا أخي قابيل؟ لان الله تقبل قربانك ولم يتقبل مني ان الله يتقبل من المتقين لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك قبيل سيتزوج بحبيبتك اقتل اقتل يا لامة ماذا تريد يا قبيل؟ سنستقر هنا حيث السهول نعيش فيها رجالا ونساء سمعا وطاعة يا قبيل فكلنا معك هلموا إلى حياتكم كلوا واشربوا وارعوا أغنامكم هيا فليتجه كل منكم إلى مكان وليقم بيته الذي يؤويه لابد ان يكون لي ملك فانا ابن ابي البشريه كلها لا ادري اين ذهب اخي شيث الذي يدعون انه اكثر مني حكمه ورحمه وهنا نزل شيث بن آدم عليه السلام وعاش مع أهله سالما غانما في رخاء الطاعة والتوحيد قال شيث: (اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. اللهم اهد قومي وارزقهم من حيث لا يحتسبون. اللهم أجرنا من حر جهنم. وأدخلنا الجنة بغير حساب. يا رب العالمين). وهكذا ظل الناس قرونا بعيده يوحدون الله الواحد الاحد ولا يشركون به شيئا يا شيث هل لك اوامر ابلغها لقومنا فانت سيدنا بعد موت ادم عليه السلام قال شيث ليس لي عليكم إلا توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة وألا تشركوا بالله شيئا نشهد أن لا إله إلا الله عليها نحيا وعليها نموت قال شيث لا بد أن أكمل رسالة أبي آدم اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وهكذا ظل الناس قرونا بعيده يوحدون الله الواحد الاحد ولا يشركون به شيئا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اللهم ثبت قلبي على دينك يا واحد يا احد يا فرد يا صمد يا ود انت دائما تقيم الليل وتصوم النهار قربه لله جل وعلا هكذا امرنا نبي الله ادم ونحن نسير على هدي نبي الله ادم عليه السلام جرحه ولده عندما قتل اخاه هابيل انه الشيطان اخرج ادم عليه السلام من الجنه ثم حرض قابيل على قتل اخيه هابيل فكانت اول جريمه على وجه الارض لا اظن ان الشيطان سيكتفي بما فعله يا ود اعوذ بالله من الشيطان ومكره ان اخشى ما اخشى على الناس منه يا يعوق ان يشركوا بالله الواحد الاحد اعوذ بالله من الشرك واهله فمنذ ان مات ادم عليه السلام ونحن على الاسلام يا يغوث ولكن مكر الشيطان الذي توعد بني ادم بالمعصيه لن يهدا حتى ينشر الشرك في الارض علينا ان ننصح الناس ونحذرهم من الشيطان الرجيم اذا فلنكثر من الدعوه الى التوحيد بين الناس ونذكرهم بما فعله الشيطان مع قابيل نعم لقد فعل فعله لن ينساها التاريخ البشري يا ياغوث ولا أدري كيف أقدم قابيل على قتل هابيل الشيطان يا أخي يعوق الشيطان هو الطرف المحرض على هذه الكارثة نعم اللهم أغثنا اللهم نجنا من الشيطان ومكره وخداعه امين يا رب العالمين هيا هيا يا اخي يعوق لنصلي هيا هيا بنا الحمد لله والصلاه والسلام على الحبيب المصطفى على العالمين سيدنا محمد بن عبد الله ومرت السنون السنه تلو الاخرى وهكذا ظل الناس قرونا بعيده يوحدون الله الواحد الاحد ولا يشركون به شيئا الى ان تدخل الشيطان كعادته ليفرق بين الناس بالشرك بعد ان كانوا امه واحده يسوع كيف احافظ على صلاتي ونسكي دون تكاسل او ملل ضع النار امام عينيك واتق الله حيثما كنت انت رجل صالح تنشر دعوه التوحيد في الارض وتعلم الناس امور دينهم علينا ان نبلغ رسالات ربنا وان ننشر الحق والسلام في الارض اللهم اني اعوذ بك من الشرك والكفر اللهم قربنا اليك يا رب العالمين اللهم ثبت قلوب عبادك على توحيدك يا رب العالمين وهكذا ظل الناس قرونا بعيده يوحدون الله الواحد الاحد ولا يشركون به شيئا لا تقلق يا اخي نسر أنت بخير، أنا على أبواب قبري يا ود، سأقابل ربي موحدا، لم أشرك به شيئا، لقد أديت ما علي من تعليم الناس عقيدة التوحيد أطال الله عمرك يا ود اريد ان اطلب منك شيئا قبل موتي ماذا يا شيخنا نسر لا تدع للشيطان مكانا في قلوب وعقول الناس علمهم ان التوحيد هو الرساله العظمى التي جاء بها نبي الله ادم سافعل سافعل ان شاء الله ما اجمل ان تعيش مؤمنا وان تلقى الله مؤمنا يا ود اللهم ارزقنا واياك حسن الخاتمه اعلم ان الناس يحبونك أيحبون سواعا ويغوث ويعوق، ويحبونك أيضا يا نسر، فإذا متنا فاحذر أن يدخل الشيطان إلى قلوبهم ليحرضهم على الشرك والمعصية رحمك الله يا نسر عشت داعيا الى الله ومت ناصحا لنا في سبيل الله ومات نسر ومرت السنون السنه تلو الاخرى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اللهم ثبت قلبي على دينك يا واحد يا احد يا فرد يا صمد اللهم ثبت قلوب عبادك على توحيدك يا رب العالمين اللهم اغثنا اللهم نجنا من الشيطان ومكره وخداعه امين يا رب العالمين وما تود وسواع ويعوق ويغوث ومرت السنون السنه تلو الاخرى ومات ود وسواع ويعوق ويغوث ومات نسر وبعدها افتقدهم الناس فدخل اليهم الشيطان بمكره اين اولياء الله الصالحين اين ود اين سواع اين يغوث ويعوق ونسر أه هل نحن مقصرون في حقهم لماذا لا ترسمون لهم صورا او تقيمون لهم تماثيل نذكركم بهؤلاء الرجال الصالحين أه. نصورهم نعم اليسوا شيوخكم نعم هم اولياء الله الصالحين قوموا قوموا فاعملوا لهم التماثيل وخلدوا ذكراهم لماذا لا ترسمون لهم صورا او تقيمون لهم تماثيل تذكركم بهؤلاء الرجال الصالحين نعم <applause> اليسوا شيوخكم وهذا عمل يرضي الله قوموا قوموا فاعملوا لهم التماثيل خلدوا ذكراهم وهكذا نجح الشيطان في ادخال الشرك الى الارض لماذا لا ترسمون لهم صورا او تقيمون لهم تماثيل تذكركم بهؤلاء الرجال الصالحين اليسوا شيوخكم وهذا عمل يرضي الله قوموا قوموا فاعملوا لهم التماثيل وخلدوا ذكراهم وهكذا نجح الشيطان في ادخال الشرك الى الارض وظل الناس يصورونهم ويقيمون لهم التماثيل حتى مر عليهم الزمان فاصبحوا هكذا يعبدونهم من دون الله ساذبح لك الذبائح وأهب لك العطاء، ولكن اشف لي ولدي يا ود، أتوسل إليك يا ود، اشف لي ولدي. <تصفيق> <تصفيق> يا ود، أنت أول معبود في الأرض، اشف لي ولدي يا ود. يا الهنا ادعوك ان تزوجني بمن احبها وبالفعل كان ود اول من عبد من دون الله في الارض لقد انقسم ابناء ادم وذريته الى بطنين بطن يسكن السهل وبطن يسكن الجبل كان سكان السهل هم بنو قابيل وقد انتقل اهل السهل الى اهل الجبل ومعهم الشيطان الذي افسد البشريه بعد ذلك فقد اوصى ادم عليه السلام الا يتزوج بنو شيث من بني قابيل حزنا منه على ابنه هابيل اما سكان الجبل فهم بنو شيث ابن ادم واخوته وهكذا كانت الارض في انتظار اول رسول يخلصهم من الشرك والكفر وعباده الاوثان بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله لقد ارسل الحق تبارك وتعالى رسلا ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل ومن هؤلاء الرسل والانبياء سيدنا نوح عليه السلام فهو اول الرسل وهو من اولي العزم من الرسل واولو العزم هم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وابراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام وهم الخمسه الكبار في الصبر على البلاء ونوح هو ابن لامك وينتهي نسبه الى شيث ابن ادم عليهما السلام المعركه بين الحق والباطل مستمره طوال الوقت لكن نوح يدعو قومه ليلا ونهارا لا يكل ولا يمل ابدا من دعوته قاصدا بذلك وجه الله الواحد الاحد ماذا تريد منا يا نوح نحن لا نريد ان نعبد الهك هذا لا حاجه لنا به دعه يا ناكر انه يدعي انه ياتيه الوحي من السماء وإنه أرسله بدين الحق لن نعبد إلا آلهتنا هيا اذهب من هنا أنت يا نوح المجنون زوجته والها تقول عنه هذا ولكن أولاده يتبعونه فيظل هكذا حتى موته ولن يتبعه أحد من علية القوم وأسيادهم يا لها من مأساة تعيشها صديقتي الحبيبة تعيش مع رجل مجنون. هيا يا زوجتي سمراء ودعي عنك هذا الرجل الغريب. هيا. وقف نبي الله نوح يدعو قومه للتوحيد ولعبادة الله الواحد الأحد وإفراده بالعبادة. ولكنهم أعطوه ظهورهم ووضعوا أصابعهم في آذانهم. وغطوا وجوههم بثيابهم هيا يا أمي والهة أنا أشعر بالجوع الشديد اصبر يا كنعان اصبر وأتي بإخواتك لتأكلوا معا أين أبي يا أمي؟ <applause> نوح نوح لن يتغير يا كنعان هو يقول إنه يأتيه الوحي من السماء وحي؟ أي وحي هذا؟ لقد أصبحنا أضحوكة القوم بسبب ما يفعله لا ادري ما يدور بخلدك يا ابي <applause> لقد انتهيت من اعداد الطعام هيا هيا اذهب وات باخوتك لا ادري لماذا يرفضون دعوه ابي لتوحيد الله يا سام هؤلاء قوم ضلوا عن طريق الهدايه فلا تحزن يا اخي فقد باءوا باوزارهم حتى امنا تقول عن ابينا انه مجنون هذا هو الامر المؤلم يا سام امي تقول لكما هيا الى الطعام سمعا وطاع أين أخوكما يافث يسام؟ لقد كان مع أبينا المجنون عاش نوح في معاناة حقيقية مع قومه ولكنه لم يمل أبدا من الدعوة إلى التوحيد وترك عبادة الأصنام المجنون 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 المجنون! عاش نوح في معاناة حقيقية مع قومه، ولكنه لم يملّ أبداً من الدعوة إلى التوحيد وترك عبادة الأصنام. المجنون! 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 ايعجبك هذا ايعجبك هذا اما تستحي اما تستحي من سخريه القوم واستهزائهم لقد صبرت عليك كثيرا صبرت عليك حتى تعود الى عقلك ايها المافون لا ادري ما الذي فعله ابي نوح كي يظلمه قومه كل هذا الظلم ابي يدعوهم الى الحق والهدى والرشاد هيا يا يافث امك تطلبك بالمنزل ها؟ لماذا يبدو عليك الحزن هكذا يا يافث من شده الظلم الذي يقع على ابي من قومه يا كنعان ابي نوح لا يريد ان يكف عن دعوه قومنا وهم قد ملوا منه يا يافث فانصحه ان يبتعد عن هذه الافكار الغريبه تقول عن توحيد الله انها افكار غريبه نعم غريبه الا ترى ان الملا من القوم يستهزئون بابينا الا ترى اننا اصبحنا اضحوكه القوم بسبب ابينا كان عليك ان تفتخر برساله ابيك السماويه <applause> السماويه يا لك من غبي الا تعرف ان الالهه تستحقرك انت واباك عاش نوح في معاناه حقيقيه مع قومه ولكنه لم يمل ابدا من الدعوه الى التوحيد وترك عباده الاصنام سراجي ترى ماذا يريد منا ومن قومنا هذا الرجل الذي يدعى نوحا يقول ان عباده الاصنام باطله باطله يا له من مجنون ولكنه رجل خطير يا سامق فلربما تبعه الناس وقلبوا لنا الأمور أي أمور يا صاحبي؟ نحن أولي الأمر. فلا تخف ولا تحزن. أين الشراب؟ أين الطعام؟ أين؟ <applause> يا سامق. لقد أكلت كل ما قدم لك. <applause> آه أراك تحسدني. <applause> <applause> بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على الهادي البشير الرؤوف الرحيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المعركه بين الحق والباطل مستمره طوال الوقت لكن نوح يدعو قومه ليلا ونهارا لا يكل ولا يمل ابدا من دعوته قاصدا بذلك وجه الله الواحد الاحد لكن البلاء كان من داخل بيته اكثر من خارجه اخشى على اولادي مما يلقنه لهم ابوهم هل به مس من الشيطان ام ماذا آه، الجميع يقول هذا زوجي ناكر يقول ان نوحا يفكر في بناء سفينه سفينه اي سفينه هذه التي سيبنيها زوج نوح في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء <applause> يا والهه ان الخبر قد انتشر في المدينه كلها الا تعلمين بهذا الامر لا اعلم اي شيء عن هذا الجنون لقد اصيب نوح في عقله ربما هي هلاوس تاتي لمن هم في سنه اخشى ان تعيرنا القبائل انا وابنائي يا سمراء لديك كل الحق فسمعه الابناء من سمعه الاباء يا والهه لكنّني لن أقفَ صامتةً تجاهَ ما يفعلُهُ نوح. مم. وماذا ستفعلينَ يا والهة؟ سأخرجُ إلى الناسِ لأخبرهم بأمره. ما زال نوح يدعو الناس الى توحيد الله والبعد عن عباده الاصنام هيا اذهب من هنا انت يا نوح مجنون هكذا قالت زوجتك والهه ونوح على صبره وايمانه يدعو لهم بالمغفره اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون ابتعد عنا يا مجنون واذهب لبناء السفينه في الصحراء ولكن نوح لم يكن أبدا ضاجرا مما يفعلون ولكنه ما زال يدعو لهم ولا يدعو عليهم أخشى على أبي يا أم جامر وأنا أخشى عليك وعليه يا يافث قلبي كاد أن ينخلع على نبي الله نوح لقد زاد الأذى من القوم يا أم جامر ولا أرى سبيلا لحماية أبي منهم وفي نفس الوقت لا يمكن أن يتراجع نوح عن رسالته لقد زاد البلاء على نبي الله نوح يا حام فماذا نحن فعلون لا اعرف يا واغله فان ابي نبي الله نوح ياتيه الوحي من السماء نعم يا حام وهو مامور بما يقول وقد امره الله تعالى بصنع سفينه انت لا تدرك ماذا تفعل النساء وماذا يقلن عن هذه السفينه امي اين ابي سام سياتي يا صغيري ولكن تناول طعامك اولا وانت يا اشور تناول طعامك يا ولدي امي امي اريد ان اخرج لالعب مع ابناء عمي وانا ايضا اريد ان اخرج لالعب معهم ستلعبان ولكن تناولا طعامكما اولا هيا اصبحت اخشى على زوجي سام من قسوه هؤلاء القوم وقف نبي الله نوح يدعو قومه للتوحيد ولعباده الله الواحد الاحد وافراده بالعباده ولكنهم اعطوه ظهورهم ووضعوا اصابعهم في اذانهم وغطوا وجوههم بثيابهم عاش نوح في معاناه حقيقيه مع قومه ولكنه لم يمل ابدا من الدعوه الى التوحيد وترك عباده الاصنام المجنون المجنون واستمر هذا العذاب طويلا سنوات تلو سنوات ونوح في دعوته لم يياس ولم يتراجع ابدا رغم مرور مئات الاعوام على ذلك المجنون 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 المجنون, المجنون, المجنون لقد ازداد البلاء بابينا يا حام ونحن قله مؤمنه لا نستطيع ان نفعل شيئا لنحميه من السفهاء لقد زاد همي وغمي بسبب ما يحدث لابي نبي الله نوح ولكن ماذا نفعل ما لنا لا نقوم بعمل حراسه حول ابينا نحميه من سفه هؤلاء القوم انا لا امانع في ذلك فلنجتمع مع اخوتنا فلا يمكن ان نترك ابانا هكذا دون حمايه أيها الإله ود قاتل من يقاتلك، قاتل نوحا وأتباعه ولا تتركهم يفسدون في الأرض. يا سواع، إن نوحا يريد أن تتحول الناس عن عبادتك لعبادة إله واحد. لن نسمح أبدا بهذه المهزلة. علينا أن نوجه الناس إلى أن يبتعدوا عن نوح وأفكاره الغريبة. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله لقد ارسل الحق تبارك وتعالى رسلا ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل ومن هؤلاء الرسل والانبياء سيدنا نوح عليه السلام قيل ان نوحا هو اطول الانبياء عمرا وقيل له اكبر الانبياء وشيخ المرسلين فنوح صبر وتحمل وهو من أولي العزم من الرسل، وقومه ما زالوا على ضلالهم يعبدون الأوثان، ولا ترق قلوبهم العاصية لحديث نوح. سأذبح لك الذبائح، وأهب لك العطاء، ولكن اشف لي ولدي يا ود، أتوسل إليك يا ود، اشف لي ولدي. <applause> انت اول معبود في الارض اشف لي ولدي يا ود يا الهنا نسر ادعوك ان تزوجني فانت الهنا والقلوب بيدك وأنا سأعطيك حتى ترضى. يا نسر، لماذا أنت لا تنطق؟ وفي أمر السفينة، قال بعض علماء السلف: إن الله قد أمر نوحاً عليه السلام بأن يغرس شجراً. وان ينتظره فقام نوح بغرس الاشجار وانتظر مائه عام ثم قطعه وبنى السفينه في اربعين عاما وقيل في مائه عام وكان خشب السفينه من خشب الساج وقيل من الصنوبر. كان نوح نجارا، صناعته أن يصنع من الأخشاب ما يشاء، وهو الآن يصنع سفينته. تصنع سفينة في الصحراء يا نوح؟ أيعقل هذا؟ من الذي دعاك لهذه الخرافة؟ حتى لما شرع في بناء الفلك، أي السفينة، كان هذا مصدر استهزاء وسخرية من قومه. هيا اذهب من هنا، أنت يا نوح مجنون. فاصبر يا نوح، إن نصر الله قريب. ظل نوح يصنع السفينه ولا يلتفت لما يقوله هؤلاء الناس فقد اعرض عن الجاهلين أيها الناس زوجي نوح مجنون يقول إنه أتاه أمر من السماء ببناء سفينة ها؟ أي سفينة هذه في الصحراء وعلى الرمال لا تصدقوه إنه كاذب مجنون أنا زوجته أنا أعلم الناس بحالته لا تصدقوه يا وليها يا وليها! اه اه اذهبوا به إلى كاهن يأمر له بعلاج، لا تتركوه هكذا! اه؟ أي كاهن هذا الذي يعالج نوحًا من جنونه؟ إنه يدعو الناس لترك آلهتهم وعبادة إلهٍ واحد، إنه مجنون! نوحٌ مجنون! مجنون! طهورة، يا زوجتي الطيبة، هل بك أذى؟ لا يا شائك، لقد نجونا بأعجوبة من الموت في قصر السامق نعم، هو رجل ثري، ولا يعطف على المساكين، رجل به غلظة وقسوة الآن سينتشر الجنود في القرية ليبحثوا عن السارقين لا تشغلي بالك بهذا طهورة دعينا نركز كيف سنبيع هذه الجواهر الثمينه ليس الان يا شائك ليس الان فلننتظر الى ان ينسى السامق ما جرى اتفقنا لقد ازداد البلاء بابينا يا حام ونحن قله مؤمنه لا نستطيع ان نفعل شيئا لنحميه من السفهاء لقد زاد همي وغمي بسبب ما يحدث لابي نبي الله نوح ولكن ماذا نفعل ما لنا لا نقوم بعمل حراسه حول ابينا نحميه من سفه هؤلاء القوم انا لا امانع في ذلك فلنجتمع مع اخوتنا كيف أدافع عن أبي نوح وهو يقول إن الآلهة ليس لها أي فائدة وإنما نفعله نحن هو شرك بالله كما يدعي يا كنعان إن كنت تريد أن تظل على الكفر فكن كما شئت ولكن حق حماية أبينا هو واجب علينا لا تقل على الكفر يا يافث بل أنتم العصاة للآلهة الا ترى ان الناس قد زادوا في تعذيبهم لابينا والاستهزاء بدعوته ونبوته يا كنعان لا ادري ما الذي يجري في عروقك يا كنعان تترك اباك في حاله من الاستهزاء والعذاب ولا يرق قلبك له عليه ان يرجع اولا عن دعوته هذه التي اصابتنا كلنا بالعار في قومنا اي عار تقصد يا كنعان والله لا اجد عارا اكبر من تكذيب نبي الله يبدو ان الحديث معك يا كنعان لا طائل من ورائه اذا هذا فراق بيننا وبينك يا كنعان هذا فراق بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد الخلق حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. الكل يعتقد أن نوحًا مجنون، وأن ما يقوله هو من تلقاء نفسه، وأنه يدعي أنه يأتيه الوحي من السماء، كذا، حتى لما شرع في بناء الفلك، أي السفينة، كان هذا مصدر استهزاء وسخريه من قومه ظل نوح يدعو الناس لتوحيد الله وترك عباده الاصنام ابتعد عنا ايها المجنون واذهب لبناء السفينه في الصحراء <applause> انت من جعلت من صديقتي والهه امراه تعيسه بافكارك هذه فانصرف عنا انصرف هيا واستمر هذا الاذى لنوح عليه السلام واتباعه طوال فتره دعوته للرجوع عن عباده الاصنام والدعوه الى الدخول في دين الحق هيا بنا لنذهب الى هذه السفينه ونسخر من نوح هيا يا اخي اتبعني بالاخشاب حتى نساعد والدنا في بناء السفينه انا معك يا اخي يافث لا تقلق يا له من يقين كبير لدى ابينا يا حام ان ابانا يا يافث هو اول الرسل يجب ان نعمل مع ابينا بكل جد واتمنى ان ياتي اليوم الذي يصدقه الناس ويؤمنوا بدعوته. وهكذا ساعد أبناء نوح أباهم في بناء السفينة حام وسام ويافث، فهم مؤمنون برسالة أبيهم عليه السلام. أما عن كنعان طابَ صباحُكَ يا عمّي قطّار. طابَ صباحُ الأميرةِ الجميلةِ هوزاء. أرى أنَّكَ تُرهقُ نفسَكَ يا عمّي. هذا عملِ يا ابنتي، وأنا أنالُ عليهِ أجرًا، أعيشُ منهُ أنا وزوجتي قويسة وولدي مهدي. عمّي قطّار، أينَ مهدي؟ لمْ أرَهُ اليوم. هو هو مريض بالبيت يشعر ببعض الحمى ها مريض نعم يا ابنتي مهدي هو سندي في الحياه انا وامه قويسه هو نور عيوننا اريد المال اريد ان اكون ثريا اريد ان اكون سيدا مثل السراجي والسامق اريد العزه والجاه والسلطان اعطوني مالا وسلطانا لافعل ما اشاء في هذه الحياه ماذا انا فقير اريد ان اكون غنيا اتزوج اميره وانجب امراء واعيش في قصر كبير اعطني يا ود ما اريد اعطني يا الهي ما اريد ماذا تفعل يا كنعان وانت ابن اول الرسل نوح عليه السلام نبي مرسل بالحق والهدى كيف تجرات على ابيك وتركت عباده الله الواحد الاحد وتوجهت لعباده الاصنام والاوثان حقا قل ان الهدى هدى الله واستمر هذا العذاب طويلا سنوات تلو سنوات ونوح في دعوته لم يياس ولم يتراجع ابدا رغم مرور مئات الاعوام على ذلك الحمى تزداد يا أمي قلبي يتمزق خوفا عليك يا ولدي سأضع لك قطعا من القماش المبلل من؟ تفضلي تفضلي سلامتك يا مهدي ماذا بك؟ أتأتين بنفسك يا مولاتي إلى هنا للاطمئنان على خادمك خادم؟ لماذا تقول هذا يا مهدي نحن اصدقاء اتذكر هل للسحاب ان يصادق التراب وهل للنجوم المضيئه ان تصاحب النكرات لا تقل هذا يا مهدي انت شاب مكافح تقوم بواجبك تجاه نفسك وابويك وماذا لو احب الشاب المكافح الاميره أم... لو أحب الشاب المكافح الأميرة فليتقدم للزواج بها إنها حكايات الأطفال يا أميرة الجميلة ومن أين تأتي الحكايات؟ من الواقع لكن الناس في الواقع درجة يا مولاتي الأميرة فلا تنزلي من عرشك من أجل صعلوك في نظر أبيك الأمير أه هل تريد طبيب القصر؟ أه لقد جئت فقط لأطمئن عليك. أنت مثال للبنت المهذبة، مثل أمك التي رحلت وأنت طفلة. ومن الذي رباني بعد موتها يا أمي قويسة؟ أنا، أنا من قمت بهذا يا هوزاء. إذا فأنت الأميرة يا أمي. أستأذن الآن لتستريح يا مهدي. ما هذا يا مهدي؟ كان لابد أن تحدثها بشكل أفضل من هذا. يا أمي، يا أمي أنت تعلمين أني أحب هوزاء منذ طفولتنا، ولكن ولكن ليس لي أمل في الزواج بها. أنت لا تعلم الغيب يا ولدي، ربما يحدث أمر هو اكبر مما في خيالك نحن لا نعلم الغيب سرقوك سرقوا اموالك يا سامق لقد قلت لك انك رجل ساذج لا تستطيع حمايه اموالك ولكني لن اقف مكتوف الايدي باذاء هذه المهزله انت تنظر الى هذا الذي حدث على انه مصيبه وهل هناك مصيبه اكبر من ذلك نعم هناك مصيبه اكبر من هذا بكثير وما هي فانت عقلنا المفكر نوح 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 يقول انه قد اتاه وحي من السماء ببناء سفينه في الصحراء <applause> اضحكتني اضحكتني وقد كان قلبي حزينا. سفينة في الصحراء؟ كيف؟ إنما أخشاه يا سامق أن يتبعه العبيد فيكون قوة تحاربنا. أي قوة تقصد؟ إنه رجل ضعيف. إذا اتبعه الناس فلن يكون ضعيفا يا سامق. إذا علينا ان نحاربه بكل ما اوتينا من قوه هذا ما سافعله هذا بالضبط ما سوف افعله ما, ما سوف افعله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سيظل هذا الصراع الأبدي بين الحق والباطل، فنوح صبر وتحمل، وهو من أولي العزم من الرسل، وقومه ما زالوا على ضلالهم، يعبدون الأوثان، ولا ترق قلوبهم العاصية لحديث نوح. ظل نوح يدعو الناس لتوحيد الله وترك عباده الاصنام واستمر هذا الاذى لنوح عليه السلام واتباعه طوال فتره دعوته للرجوع عن عباده الاصنام والدعوه الى الدخول في دين الحق نوح النبي الصابر المحتسب يدعو قومه ليلا ونهارا لكنهم معرضون عن الاستجابه لامر الله فيا لهم من عصاه لا يدركون ان بينهم نبيا من انبياء الله يا والهه ماذا يفعل زوجك ايبني سفينه في الصحراء <applause> أنه مجنون، زوجك مجنون. <applause> زوجي مجنون، لقد جلب لنا العار. نوحٌ جلب لنا العار. كُفِّي عن هذا يا والهة، كُفِّي عن هذا. أليس زوجك نبي الله؟ ماذا تريدين يا واغلة؟ ماذا تريدين أنت يا واغلة؟ ماذا تريدين؟ والله ان نوحا ابا زوجي لعلى الحق المبين يا والهه ان كان على الحق المبين فعليه ان يثبت ذلك لا ان يصنع سفينه في الصحراء أرى أن لا نتعجل بيع الجواهر الآن أريد أن أصبح ثريا يا طغوره ولكن السامق يبحث عن السارق في كل مكان من أنتما؟ أنا, أنا اسمي شائك ومن أنت؟ أنا أنا زوجته طاغورة هيا للتفتيش لماذا التفتيش؟ لماذا؟ الا تعلم ان قصر السامق قد تمت سرقته ونحن نبحث عن السارق وما شاننا بهذه السرقات يا رجل هيا نفتشكما لا 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 اتركونا نحن شرفاء نحن شرفاء اتركونا سوف نرى ان كنتما شرفاء حقا هيا مستحيل ان انفذ ما تطلبينه يا امي لن اترك ابي انا امك ولي حق عليك يا يافث اطيعك في اي شيء يا امي الا ترك ابي ودعوته الى الحق المبين حق اي حق تقصد يا يافث اي حق ابوك مجنون ان دعوه ابي نوح عليه السلام لترك عباده الاصنام وتوحيد الله هي رساله الهيه من عند رب العالمين سحرك سحرك ابوك يا يافف سحرك ابوك واصبحت مجنونا مثله يا امي استجيبي لله ولدعوه ابي نوح فنحن على الحق نحن على الحق يا امي وماذا عن السفينة؟ ها قل لي، ماذا عن السفينة يا يافث؟ هي أمر إلهي. أمر إلهي؟ سفينة في الصحراء. سحرك أبوك يا يافث. نعم، إنها أمر إلهي يا أمي، أمر إلهي. الكلام معك لن يجدي. الكلام معك لن يجدي. اذهب اذهب حيث شئت اذهب 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 من امامي الان اذهب من امامي الان سمعا وطاعه يا امي كيف يا هوزاء كيف تذهبين الى منزل هؤلاء الفقراء هم خادمون لنا يا هوزاء خادمون كيف تقول هذا يا ابي قويسه هي من كانت تهتم بي بعد موت امي وقد اخذت حقها اخذت حقها مالا وكساء وطعاما ما قدمته لي من حب وحنان هو اكبر من اي مال يا ابي لا تجادليني يا هوزاء لا تجادليني ولا تكرري هذه الزياره مره اخرى اتسمعين امرك يا ابي أنت بخير يا مهدي، فلا داعي لأي قلق. ومن الذي أبلغك بمرضي أيها الطبيب؟ لماذا تسأل يا مهدي؟ هل هي الأميرة هوزاء؟ أليس كذلك؟ يا مهدي، أنت في قلب هوزاء؟ ماذا؟ في قلبها؟ هي دائما هكذا، رحيمة بالفقراء والمساكين. صدقت أيها الطبيب، فنحن الفقراء نحتاج لمن يعطف علينا اللهم انصر نوحا ابي على هؤلاء الظالمين العصاه. اللهم ثبت اقدامنا يا رب العالمين. يافث لقد اعددت الطعام. اين ولدي جامر؟ لقد نام يا ابا جامر. هل سمعت ما تفعله امي؟ انها تقول ان ابي مجنون. لا تحزن يا يافث فهي امك ولها عليك حق البر والرحمه. ولكن ابي نوحا قد زاد عليه العذاب والاستهزاء لا تخف عليه يا يافث فهو قوي قوي بربه ماذا يريد الأمير؟ أريد منك أن تتعاون معنا يا سام ماذا تقصد؟ أرجو أن تكون هادئا فإن الأمر يخص نوحا قل ما تريد عليك أن تخبر أباك اننا مستعدون ان نعطيه اموالا وجاها وملكا والمقابل ان يترك هذه الخزعبلات التي يتحدث عنها من ان للكون الها واحدا ليست خزعبلات انها حقيقه اي حقيقه يا حم هل تريد ان نترك الهتنا من اجل هذا الكلام الساذج الذي يقوله ابوك بل من اجل التوحيد أي توحيد تقصد؟ وهل نحن مشركون في عبادتنا؟ نعم، أنتم تعبدون أصنامًا لا تنفع ولا تضر، ونحن ندعوكم أن تعبدوا الله الواحد. وإن لم نستجب يا سام، إن لم نستجب، ماذا أنتم فاعلون بنا؟ حسابكم عند الله. الله؟ من الله؟ الله الواحد الأحد. الفرض الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فلتنس ما نقول وخذ خذ هذه الأموال وأعطها لنوح وأبلغه مني السلام دع عنك السلام وخذ أموالك. أراك رجلا عنيدا يا سام لست عنيدا إنه الحق إذا فلتنصرف، انصرف إذا شئت. بماذا أغري هؤلاء الناس حتى ينصرفوا عما يدور في خلدهم من خرافات؟ بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله ان ممن لم يؤمن بنوح عليه السلام عرض عليه الاموال والمناصب لكي يتخلى عن دعوته ولكن الانبياء يعرفون جيدا ان عليهم الصبر والاحتساب فيما يواجهونه من متاعب وصعوبات <applause> سوف تصبحون اغنياء يا كنعان اغنياء كيف يا صديقي عسير علمنا أن السراجي والسامق يجمعان الأموال كي على أبيك نوح لماذا إذن؟ كي يترك هذه الأوهام التي يتحدث عنها إذ يقول إن للكون إلها واحدا لا شريك له من أين جئت بهذه الأخبار يا عسير؟ قل لي المدينه كلها تتحدث في هذا الامر يا كنعان ماذا الا تعلم عنه شيئا اني لا اعلم شيئا عن ابي وضلاله المبين الا تنصح اباك ان يرجع عما هو فيه هو لا يستجيب لاي نصح ويعتقد دائما انه على الحق اي حق هذا الذي جعل الآلهة إلهاً واحداً. إن هذا لشيء عجيب. إذاً لابد أن أخبر أمي والهة بهذه الأخبار. مسكين أنت يا كنعان، مسكين أن يكون أبوك مجنوناً هكذا. <applause> ماذا تفعل يا ولدي الجميل اريد ان اذهب لالعب مع ابناء عمي يا امي ستفعل يا حبيبي ما تشاء بعد ان ناخذ الاذن من ابيك يافث ماذا تريدون من يافث يا ام جامر نريدك بكل خير يا ابا جامر يافث ماذا بك آه، احمل هموم الدنيا كلها فوق راسي يا زوجتي الحبيبه ماذا جرى يا زوجي الطيب علمت أن السامق والسراجي يجمعون الأموال والذهب والفضة ولما؟ يقولون إنهم سوف يعرضونها على أبي نوح مقابل ماذا؟ مقابل أن يترك دعوة التوحيد يا لهم من أغبياء حقا يساومون نبي الله على الحق إنهم مجموعة من الحمقى والأغبياء يا أم جامر اللهم اصرف عنا كيدهم يا رب العالمين ابي يعيش في معاناه دائمه من الايذاء والاهانات المتكرره اه يا ابي نوح انه نبي الله ارسله الله بالحق والهدى ولن يضعف ابدا ألسنا نحن أولى بهذه الأموال يا كنعان؟ هو لن يقبل ذلك يا أمي، أبي لن يقبل ذلك أبداً. يا له من حظ سيء أن أتزوج بهذا الرجل العنيد. قل لي يا كنعان، ماذا يا أمي؟ ما رأي إخوتك في هذا؟ أعتقد أنهم لن يتجاوبوا معنا أبداً. يعصون أمهم. من اجل ابيهم المجنون يا للعجب هل لديك من حلول لهذه الكارثه التي نحن بصددها يا امي ليس امامي من حل سوى اللجوء الى الهتنا لعل الفرج ياتي على ايديهم تصنع سفينه في الصحراء يا نوح ايعقل هذا من الذي دعاك لهذه الخرافه حتى لما شرع في بناء الفلك اي السفينه كان هذا مصدر استهزاء وسخريه من قومه سنجمع ابناءنا ليلعبوا فوق هذه السفينه مجنون انك رجل مجنون ظل نوح يصنع السفينه ولا يلتفت لما يقوله هؤلاء الناس فقد اعرض عن الجاهلين اذهب عنا ايها الرجل المجنون انت رجل سفيه اي اله هذا الذي تريد منا ان نعبده الله الواحد الاحد فاصبر يا نوح ان نصر الله قريب اللهم افرغ علينا صبرا، وثبت اقدامنا يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا سوء القضاء. اللهم ثبتنا على توحيدك. اللهم اصرف عن ابي العذاب من قومه، وثبته على دعوته. لا ادري يا حام كيف يتحمل نبي الله نوح كل هذا ويصبر؟ هكذا جزاء الصابرين يا واغله. غدا سيعرضون على نوح الأموال والذهب والفضة ولو عرضوا أضعاف ما يعرضون فهذا لا يساوي جناح بعوضة في عين أبي نبي الله إني أخشى على نبي الله نوح من أذاهم يا حام يا وغلة نبي الله في حفظ الله ورعايته فلا تخافي فنحن على الحق اللهم اصرف عن نبي الله نوح مكر الماكرين ما بك يا زوجي سام مهموم دائما ماذا حدث في قصر السراجي عرض علينا اموالا طائله حتى يترك ابي دعوته لا ادري ماذا يريد هذا الرجل من نبي الله نوح هم خائفون خائفون من ما على سلطانهم دعوه نبي الله نوح لن تاخذ من اموالهم شيئا يا زوجي اكثر ما يحزنني «هو ما تفعلُهُ أُمُّكَ يا سام؟» «أسألُ الله أنْ يهديَكِ يا أُمِّي». يا ود يا الهي انت الان معرض للضياع اذا امن اهل هذه القريه بنوح وبالهه اعني اعني يا الهي على هذا الرجل اعني على ما يدعو اليه اعني يا ود اعني يا الهي اعني ألم <applause> تجد أموالك حتى الآن يا سامق؟ <applause> سرقك اللصوص يا سامق! <applause> أنا لا أدري، لا أدري كيف حدث لي هذا؟ إلا أنه حدث، ولكنك أثبتت للجميع أنك رجل ثري وذو ثروة طائلة. كيف؟ سرقوا نصف ثروتك، وما زلت ثريا. إذا أنت رجل ثري وغني. ثق في نفسك يا سامق، ثق في نفسك. <applause> غدا سنعرض الأموال على نوح، وأنا لا أعتقد أنه سيرفضها. لا يمكن أن يرفض عرضا مثل هذا. فما جمعناه له من أموال يفوق أموالنا جميعا. ولكنه رجل عنيد. عنيد قبل أن يرى الأموال، فالمال أقوى مما تتخيل في تغيير نفوس البشر. أجل، غدا سيغير نوح عقيدته. ويعبد الهتنا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونصرا بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويقدسك وعدد رمال البحار وعلى اله وصحبه وسلم يتعرض الانبياء دائما للاغراءات من بعض الذين يتصورون ان المال من الممكن ان يصرف النبي عن دعوته ورسالته كيف يرفض نوح كل هذا المال يا والها نوح سيرفض بالتاكيد كل هذه العروض وما هو السبب وراء كل هذا التعنت من نوح لانه مجنون مجنون لقد حاول كبار القوم اقناع نوح باخذ الاموال والرجوع عما يفعله من ضلال انها كارثه كارثه يا سمراء أوه. أزداد حزنا لما يجري لأبي عليه السلام ولكن ماذا أفعل يا واغلة؟ أبي أبي أخي كوش جرح رأسه ولدي 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 ماذا تقول يا ولدي قوت؟ أخوك كوش وقع وجرح رأسه؟ كيف حالك الان ما دمت انت بخير فانا بكل خير يا مولاتي خرجت الى هنا لاني مللت هؤلاء الاثرياء في قصر ابي ولكنها حياتك ايتها الاميره يقولون ان هناك رجلا يدعى نوحا يدعو الى اشياء غريبه هل سمعت عنه لا لا لم اسمع عنه يا سيدتي اذا استمع اليه يا مهدي والى ماذا يدعو يا اميرتي يدعو الى عباده اله واحد اسمه الله ماذا الله ماذا بك يا ولدي 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 ماذا حدث لك يا نور عيني وقعت على راسي يا امي <applause> لا تخف لا تخف يا كوش لا تخف كيف رفض أبوك نوح كل هذه العطايا والمنح يا كنعانة؟ أبي هذا له تفكير غريب، كان بإمكاننا أن نصبح أثرياء في قومنا، لكنه رفض كل هذا. ما الذي يدعو لكل هذا الرفض؟ هل هل هو مجنون؟ لا أعرف يا عسير، ولكنه عنيد عنيد. ولا ادري الى اي مصير سياخذنا معه اشكرك ايها الطبيب اشكرك هذا واجبي يا حام ولا داعي للشكر ولكن قل لي الى ماذا يدعو ابوك نوح الى عباده الله الواحد الاحد وترك عباده الاصنام ولكننا كبرنا ونشانا على عباده هذه الاصنام ولا نعرف لنا الها غيرها يا حام ولكنها عباده باطله ايها الطبيب فهي اصنام لا تنفع ولا تضر وماذا عن تلك السفينه التي يقوم نوح بصنعها في الصحراء هذا امر الهي اكثر ما يعجبني في نوح هو اخلاقه العظيمه ولكن ما يدعو اليه هو محل شك بالنسبه لي ادعو الله ان يهديك الى سبيل التوحيد ما الذي يجعل رجلا مثل نوح يرفض المال والجاه؟ وما الذي دعاه إلى هذا؟ لابد أن هناك شيئا أقوى وأجل من كل هذا. ما الذي يحدث في هذه المدينة؟ أناس يملكون كل شيء، وأناس لا يملكون أي شيء. أريد أن أعرف إلى ما يدعو نوح؟ ومن إلهه هذا؟ الذي من أجله رفض كل هذه الاموال لقد جهزت العشاء يا زوجي اللهم اغثنا اللهم احفظ ابي اللهم امين اعلم انك قلق على ابيك وانا اكثر منك انه نبي ومهدد بكل انواع البلاء لا تخف عليه انه نبي الله انا اخاف على ابي اللهم احفظه فانت خير الحافظين يا عسير قل لي يا عسير لماذا لا نقوم بالوقيعه بين نوح واتباعه وابنائه كيف هذا يا ناكر كيف هذا الا ندع نوحا يعيش مستريحا من العناء والعذاب يوما واحدا ولكننا حاولنا كثيرا أن نقضي عليه ولم نفلح لا بد من استمرار المحاولات حتى لا ينتصر نوح علينا افعل ما تراه مناسبا وأنا معكم وهنا نجد أن نوحًا عليه السلام رغم أنه ضعيف وفقير، إلا أن قومه أيضًا يخافون من انتشار دعوته، ولهذا فهم يعرضون عليه المال والجاه. لا ادري كيف يرفض نوح كل هذه الاموال لا ادري يا سامق لا ادري الم اقل لك انه رجل مجنون ماذا تنتظر من رجل يصنع سفينه في الصحراء اتعجب من امر هذا الرجل يرفض النفوذ والجاه والاموال من اجل اله واحد هو لا يراه ولا نحن ايضا نراه يقول انه اله في السماء ولكن الحرب بيننا وبينه لن تنتهي بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على اشرف خلق الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ولا زالت الحرب مستمره على نوح واتباعه من المؤمنين هكذا شان العصاه والطغاه لا يقبلون الحق بسهوله ابدا ولا تزال امراه نوح تشيع في المدينه ان زوجها مجنون ولا حول ولا قوه الا بالله ما بال نسوه ابنائك منصعون لنوح وافكاره الغريبه ماذا تقصدين يا سمراء علينا ان نقلب تلك النساء على هؤلاء الرجال وما هي النتيجه التي ستعود علينا عدم الاستقرار كيف ان النساء اذا ما تركن بيوتهن وقع الرجال في حيره من امرهم فهمتك يا سمراء ولكن نساء ابنائي يحبون ازواجهم ويطيعونهم اذا فاتركي لي انا هذه المهمه يا والهه سانتظرك يا سمراء لارى نتاج مكرك ناكر قل لي ماذا فعلت انت وسمراء سنبدا في احداث وقيعه بين نوح وقومه وانا سافعل ما هو اشد ساسعى لخراب تلك البيوت وتدميرها خذا هذه الاموال لكما ولكل من يتعاون معكما للقضاء على نوح هذا وبايه طريقه ستنتهي تلك المهزله عاجلا او اجلا يا اميرنا الصامق هل لمولانا السامق اوامر اخرى لا انصرف الان ايها الاله ود هل تتركنا وحدنا في حربنا ضد هؤلاء الضالين المضلين عن سبيلك هل صحيح ما يقوله الناس عن نوح وماذا يقول الناس عن جدنا يقولون ان جدكم مجنون انه ليس مجنونا انه نبي من عند الله هيا بنا يا اخي كوش ماذا بكما ماذا بك يا كوش ما الذي يبكيك يا قوت يقولون ان جدي مجنون من قال لك هذا يا قوت الاطفال وهذا ما ابكانا لا تصدق هذا الكلام السيء عن جدكما نبي الله نوح انه رسول من عند الله انا حزين يا امي وانا ايضا يا امي اشعر بالحزن اعرف من قالت هذا عنه انها والهه زوجته التي لا تعرف واجباتها تجاه زوجها نبي الله لن العب معهم مره اخرى وانا ايضا لن العب معهم نعم هذا افضل بكثير ها هو نوح قد استجاب لامر الله تعالى زرع الاشجار من اجل بناء السفينه ولا يلتفت الى استهزاء قومه يعمل ليلا ونهارا مطيعا لامر الله حتى يقضي الله امرا كان مفعولا احمل الأخشاب عن أبيك يا حام نعم بالطبع سأفعل أبي تحمل الكثير أنا فداء لأبي يا سام أين يافث؟ أمي والها أرسلت في طلبه وهو الآن معها في المنزل نوح يتعبد ربه ويدعو الله ان يهدي قومه لدين الحق والابتعاد عن الضلال والشرك وعباده الاصنام ما هذا الذي يفعله هذا الرجل العجيب ايترك عباده الهتنا جميعا ويعبد ما يسميه الواحد الاحد احلم باليوم الذي ينتهي فيه هذا الكابوس الكابوس الذي جعلنا اضحوكه بين قومنا ما هذا الذي يفعله هذا الرجل العجيب ما اصعب ان تكون الزوجه هي العدو الاول ولنا في سيره نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القدوه الحسنه خديجه رضي الله عنها وكيف وقفت مع زوجها صلى الله عليه وسلم وكيف ضحت بكل شيء من اجله وحوصرت معه في شعاب مكه وتحملت الجوع والعطش ولكن امراه نوح كانت مثالا سيئا للزوجه الناكره لخير زوجها والكافره بما يدعوها اليه من ترك عباده الاصنام وتوحيد الله عز وجل وفي أمر السفينة قال بعض علماء السلف إن الله قد أمر نوحا عليه السلام بأن يغرس شجرا وأن ينتظره فقام نوح بغرس الأشجار وانتظر مئة عام ثم قطعه وبنى السفينة في أربعين عاما وقيل في مئة عام قال الإمام سفيان الثوري وكان خشب السفينه من خشب الساج وقيل من السنوبر وهو نص التوراه وكان ارتفاعها ثلاثين ذراعا وكانت ثلاثه طوابق كل طابق عشره اذرع فالاسفل كان للدواب والوحوش والاوسط للناس والاعلى للطيور وللسفينه غطاء من فوقها يغطي عليها وهذه نبذه مما قاله بعض السلف عن ذكر سفينه نوح